وهذه محكمة العدل تشكل من أعضاء منتخبين. الدستور ما حدد أعضاءها، قال على إنها أعضاء منتخبين، معناها على إنها الدستور أسس على إنها يعودوا برلمانيين، وتحدد آلياتها وتنظيمها وتسييرها بموجب قانون نظام. إذن هذه هي المحددات الدستورية طبقا للمادة 92 من الدستور. تحدد تعين تشكيلتها من البرلمان، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يتم تحديد المسؤوليات فيها وتسييرها ونظامها عن طريق قانون نظام لاحق، هو اللي يوضح الإطار القانوني السير للمحكمة وعدد عدد 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 قضاتها وطبيعة عملها. جاءت المادة 93 وقالت أعلنها اختصاصها شنو؟ قالت أعلنها يتحاكم رئيس الجمهورية في البند المتعلق بالفقرة الأولى من المادة 93 في حالة الخيانة العظمى. وقالت أعلنها تتعهد محاكمة الوزير الأول والوزراء في حالة ارتكابهم الجرائم من القانون العام بشكل عام.